السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. فاحنا دلوقتي ان شاء الله رايحين على المعدية، هناخد الطعوم بتاعتنا ان شاء الله. هيبقى دود نار واسماعيلاوي وجمبري حي. ما ده المعدية. جمبري حي موجود ان شاء الله؟ والله جمبري حي مفيش. طب ليه في ميه؟ كلهم ميه. بص يا جماعه، بالنسبه للعده المستخدمه بتاعتنا طبعا عشان ما ننساش، احنا كنا شغالين بعيدان 4.5، 3.5 ينفع في المكان ده و3 ينفع. كان خيطنا 40. بالنسبه للصنانير غيرنا صنانير كتير بصراحه. اشتغلنا ب 8 كفته، اشتغلنا ب 6 بكرش، اشتغلنا ب 2 عادي. الرصاص كان تقيل يعني 80 جرام. دي اهم حاجه طبعا، وانت هناك في المكان بتأقلم نفسك على الايه؟ على الوضع ده. انا استبشر بالخير بقى. نقطة دي نقطة اول استفتاح يا جماعة. اللي احنا ايه كنا فيها اول مره، ده كان اول بقى، يعتبر اول استفتاح ليا تقريبا. بس على البركه بقى بعد كده ايه دورت. يعني فيديو حلو ان شاء الله، خليكم معانا. مش وحشه احجام النقطه، يعني مش وحشه والله. لحد ما ده واكل على الجمبري اهو، والله كريم ان شاء الله يومنا حلو. خليكم معانا. ايوه مستر، احلى استفتاح اهو بالصلاه على النبي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا يا جماعه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، باذن الله دي اخر نقطه فرع رشيد، اخر نقطه للنيل فرع رشيد. تمام، زي ما انتم شايفين اهو احنا كده ايه ملعت منك. طبعا فهمنا بعد كده ان بيبقى في مرمى معين بتنزل عليه، تاخد وش الريح بطريقه معينه المرمى ده بيبقى هو اللي فيه السمك. واول ما فهمنا على البركه يعني ما شاء الله انتشرنا، يعني بسم الله ما شاء الله، والسمكه خشنت في ايدينا. و هو اللي فهمنا الدنيا كلها ازاي بصراحه، لان برضو الغريب اعمى حتى لو طبعا يا جماعه ده هو اللي فهمنا الدنيا ازاي. اسم حضرتك ايه بقى؟ تريكات يا جماعه في الصيد، زي الادوار كده بتاعت الغل هنا، لانهم ما شاء الله بيصطادهم وهم اللي معرفين لنا الاماكن. وهو بالصلاه على النبي اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا طبعا اهل المنطقه واهل الخبره، هو جاء عرفنا شويه حاجات كده ان شاء الله نعملوها، ربنا ييسر لكم ان شاء الله. الله ينور. صلي يا ابن خالي، صلي يا ابن خالي، صلي.
عليه الصلاة والسلام. ابن خالي بيتعامل اهو يا كريم يا رب. صلاة النبي يا مستر، صلاة النبي يا مستر. ايوه يا مستر، سمكة حلوة مش وحشة يا جماعة. الله الله كريم يا ابن خالي. مين ابن خالي هيرمي رمية من اولها يا جماعة؟ يلا توكل على الله. طبعا احنا نعتبره برضو في نو، بس ايه بدأ المراكب تسرح اهي. يعني النهارده ان شاء الله بالليل عدد هنيجي للناس اللي هي تقدر تقعد هنا بالليل. يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. صلاة النبي عليك يا مستر، صلاة النبي عليك يا مستر. حلاوتك يا مستر وحلاوة السياسي والنقط بتاعك. الله كريم يا مستر. صلاة النبي، صلاة النبي على البركة ما شاء الله. الله ينور يا ابو يحيى. عليك يا مستر. والله يا جماعة نوع من السمك اللي بيضيع أكتر من السمك اللي بيجي. السمك بيوع ياما. الحمد لله. اللي جاي أحسن. موبايل ماشي. طب يلا اللي انا معايا سمكة. واحد الشمس بقى. السمر يحيى بقى كان فرحان بابوه خاله ايه؟ وعمال يغيظ بيه سمك اهو يا رجاله. محمد خيري كل ما نطلعه سمكه اهو اهو. الله ينور. وهنا اهو. الله ينور. بتقول ايه يا يحيى؟ بتقول ايه يا يحيى والله؟ قاعدين قاعدة جميلة يا. يحيى بالحد عامل لنا مسابقة. صلاة النبي يا جماعة على البركة يعني الخير ياما. صلاة على النبي يا أبو مريم. الله ينور. النهارده سمك يا جماعه. الفيديو اللي فات كان استكشاف ان الفيديو دي سمك. ايوه اول مره في حد يمسك السكه ده يا جماعه. ان شاء الله. العب يا اخويا. اهو 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 يحيى. ده جاب اتنين يا يحيى، ده اتنين مرة واحدة. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وصلنا
اخواتنا لنهايه رحلتنا باذن الله. كانت رحله جميله والله، شمينا فيها هوا كويس، فاضينا برضه الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا احنا جايين النهارده وعارفين ان احنا في نوح، وبفضل الله يعني، وما كناش متخيلين ان احنا ربنا الحمد لله هيكرمنا يعني وهناخد سمك باذن الله ماشي. فالحمد لله اتراضينا يعني، خدنا سمكتين حلوين. تعالى كده يعني على البركه ده رزقنا اهو بفضل الله، اللهم بارك. الحمد لله على اي حال يعني. ان شاء الله طبعا في العدل هنعمله فيديوهات اقوى من كده. طبعا احنا خلصنا طبعا الدود اللي معانا، اشتغلنا بالبرغوت كل، اشتغلنا بالعقر كل، ولكن احنا كنا شغالين بيه كده عشان ما معناش دود. المكان ده يا جماعه زي ما قلنا دي اخر نقطه في مصب النيل، عشان الفيديو اللي فات كان الهواء الناس زعلانه منه وبتاع. دي اخر نقطه في مصب النيل، النيل اخره هنا بيصب في البحر زي ما انتم شايفين كده. احنا الجنب ده جنب كفر الشيخ، الجنب التاني جنب رشيد. طبعا دي نهايه الفيديو ان شاء الله، اتمنى ان احنا نكون اسعدناكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله.